لان هي يعني كويس ان هو مسك الكوره، واحنا الحمد لله حتى كلنا يعني كابتن يوسف وانا اتكلمنا قلنا ان هي هتضيع. ايوه صح. وكابتن علاء ميهوب برده جوه قال ان هي هتضيع، وانت عليك شريف بس وانت شريف بس هو اللي قال ان هي هتدخل. كابتن شريف قال هتدخل. لا قول له قال بقول لا وقال حاجه كمان علاء ان العشاء عليه لو ضاعت. بالظبط انا قلت في سمك وجمبري وحاجات كده ان شاء الله لو ضاعت. تاني حاجه يعني فتحت اول كده رصدت مكافاه للكابتن محمد يوسف. رصدت 100 جنيه رصدت 100 جنيه مكافاه اداء رصدت. انا كل قلت يا رب يعني انت العادل يعني ما ينفعش ضربه جزاء زي دي غير عادله وتخش. كان عندي احساس انا مش هخش بس ما بقدرش اقول انا ايه. انا ما اقدر اقول لك هنكسب بس اتنين. مين اللي قالك مش هتخش؟ انت طبعا انت اللي قلت وانت اللي انت تصدرت للموقف. ايوه ما اعرفش انت ليه تصدرت الموقف. لان انا عارف الاحصائيات والارقام بتاع الدكتور احمد ثابت وان الشناوي. لا بس انت كان عندك ثقه في الشناوي. انا عندي ثقه في الشناوي. لا عنده ثقه في احمد ثابت. لا لا عنده ثقه في الشناوي لانه هو قال لي الشناوي هيصدها. ثلاث ضربات جزاء اللي صدهم الشناوي اخر فتره كابتن يوسف اتكلم فيها ومعظمهم كان بيتكلم فيها ان هو يصدها. هو معظمهم كان ناحيه اليمين صح؟ يمكن هو خلي بالك احنا من ساعه ما جه مستر موسيماني لعبنا اربع ماتشات ما دخلش فينا ولا جول. الحمد لله دي حاجه كويسه عندنا يعني حاجه ايجابيه وبالشناوي 1-0 3-0 0-0 2-0 تنظيم كويس برغم خلي بالك ايه برغم الغيابات اللي عندنا في خط الظهر تنظيم جيد بصراحه يعني يحسب لموسيماني والجهاز الفني كله في تنظيم جيد جدا في كل حاجه في التمركزات جوه الملعب بقى ليك شيب دفاعي كويس ما كانش بصراحه موجود قبل كده عشان نبقى منصفين